هلا نغوص أكثر في عمق العزيزة تونس. مشاهدينا، ليرافقنا الزميل خميس بوبطان مباشرة من المنطقة السياحية بجربة، مصحوبا بمندوب السياحة سيد هشام المحواشي، فيطلعنا على أهم خصائص الاحتفالات هناك هذه السنة. إذا أهلا بك خميس وأهلا بالسيد هشام، تفضل لك الكلمة. مساء الخير. كما ذكرت، المنطقة السياحية جربة جرجيس على غرار بقية المناطق السياحية الأخرى في بلادنا انطلقت فيها الاحتفالات برأس السنة الإدارية في مؤشرات مهمة على مستوى المنطقة السياحية جربة جرجيس، في مؤشرات تصل إلى ما تم تسجيله سنة 2019 قبل جائحة كورونا. هذه المؤشرات تتمثل خاصة في أعداد الوافدين في الليالي المقضاة وكذلك في تنويع الأسواق السياحية. في هذه التفاصيل سيحدثنا ضيفنا كما ذكرت السيد هشام المحواشي المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين. سي هشام مرحبا بك، كل عام وانتم حيين بخير. سي هشام، أكيد مؤشرات مهمة للاحتفال برأس السنة الإدارية في المنطقة السياحية جربة جرجيس. فعلا تحية لك وتحية إلى جميع السادة المشاهدين. فعلا تشهد الوجهة السياحية جربة جرجيس حركية سياحية نشيطة جدا. اليوم يتأكد وإحنا على مشارف نهاية سنة 2022، السنة هذه كانت السنة الحقيقية، العودة، عودة الروح للقطاع السياحي من خلال كل المؤشرات المسجلة، من حيث استرجاع الأسواق الكلاسيكية، من حيث الإحصائيات المسجلة منذ بداية السنة إلى غاية 20 ديسمبر، وكذلك نجاح القمة الفرنكوفونية اللي كان في شهر نوفمبر بتغطية إعلامية دولية مهمة جدا. اليوم هذا يتأكد كذلك من خلال الحجوزات الموجودة الآن في يوم 31 ديسمبر. اليوم تسجل الوجهة السياحية جربة جرجيس وجود 11500 سائح، يعني هو تقريب نفس الرقم العدد اللي تم تسجيله في سنة 2019 اللي هي تعتبر السنة المرجعية. هذا مهم جدا. الجنسيات الموجودة، فهناك الجنسية الفرنسية هي الأولى، ولكن كذلك هناك السوق المحلية، هناك التونسيين، هناك من الشقيقة ليبيا، وكذلك هناك من بلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ وألمانيا. كل هذا في ظروف جيدة، وبطبيعة الحال أعوان وإطارات المندوبية الجهوية للسياحة قاعدين قايمين ببرنامج تفقد وإحاطة لجميع النزل حتى نستقبل الضيوف نتاعنا في أحسن الظروف إن شاء الله. والهدف هو بلوغ الجودة الكاملة في المستوى الخدمات المقدمة للوافدين على المنطقة السياحية. بطبيعة الحال اليوم بعد نجاح القمة الفرنكوفونية كما نقولوا احنا الناس تنتظر الكثير من الوجهة السياحية جرب جرجيس، ولا مجال ولا هامش للخطأ، وبالتالي هناك برنامج تفقد من أجل أولا التأمين الذاتي داخل النزل ومحيطها، كذلك على مستوى رقابة جودة الخدمات، وكذلك على احترام قواعد حفظ الصحة، وهذا كذلك مهم ومهم جدا. شكرا جزيلا لك السيد هشام المحواشي المندوب الجهوي للسياحه بولايه مدنين. اكيد هذه المؤشرات مهمه جدا، تستمر كذلك هذه الاحتفالات الى يوم الغد، ولكن كذلك تتحول الى بقيه المناطق في الجنوب الشرقي التونسي. نتحدث عن سلسله جبال الظاهر في ولايتي تطاوين ومدنين، باعتبار ان السياح الذين يفدون الى المنطقه السياحيه جربة جرجيس يتحولون كذلك الى هذه المناطق الجميله لقضاء عطله راس السنه الاداريه. والامل كل المهنيين ان يتم تدعيم خاصه النقل الجوي نحو مطار جربة جرجيس الدولي، لأن الوحدات السياحية قادرة على استيعاب أكثر الأعداد من الذين وصلوا هذا العام في هذه الاحتفالات بسنة 2023. شكرا لك الزميل خميس بوطان، وشكرا لضيفك.